معاشرة الزوجة من الخلف حلال، ولكن بهذه الطريقة كما أمرنا القرآن الكريم. ابقوا معنا لنهاية الفيديو، ولكن قبل أن نبدأ نريد أن نجمع ألف صلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وضع لايك لنصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو من قناة هل تصدق. أما الآن هيا بنا لننطلق. خلق الله تعالى من كل شيء أزواجا، حيث قال الله تعالى: ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. وذلك لعمارة الأرض، إذ إن التزاوج يعد أساس التوالد والتكاثر على الأرض لجميع المخلوقات، إلا أن الله تعالى فضل الإنسان بالعقل وزينه به وشرع له من النكاح ضمن حدود معينة بينها القرآن الكريم وبينها الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية، حيث روى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. فبالزواج تطهر النفوس ويحافظ المرء على دينه وأخلاقه، كما أن جماعة من أهل العلم أوجبوا الزواج على القادر، لأن في ذلك تحقيقاً للعديد من الفوائد والثمار الدينية والدنيوية، إلا أن الشيطان يحاول الصد عن الزواج بأساليب عدة، منها الترفع عن الخاطب أو بتعظيم مهر المخطوبة. فالرسول صلى الله عليه وسلم بيّن الأمور المشروطة في الخاطب فقال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه. وبالزواج تتحقق العديد من الفوائد كتحصين الفرج وغض البصر وتزكية وتطهير النفوس وإقامة أوامر الله تعالى التي أمر بها وزيادة أعداد المسلمين. أما عن حكم إتيان الزوجة من دبرها، حكم إتيان الزوجة من الدبر، إن إتيان الزوج لزوجته من دبرها أي من موضع خروج الغائط أمر محرم، كما أنه يعد كبيرة من كبائر الذنوب. ودليل ذلك قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ملعون من أتى امرأة في دبرها. فالرسول صلى الله عليه وسلم لعن الزوج الذي يأتي زوجته من دبرها، وورد في رواية أخرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا فقد كفر بما أنزل على محمد. وقد يكون قيام الزوجين بذلك الفعل رغبة من الزوج به، أو قد يكون دون رضا الزوجة ورغما عنها، وقد يصل الأمر بالزوج إلى أن يهدد زوجته بالطلاق إن لم تطعه فيما يريد، أو يقوم الزوج بإقناع زوجته بإباحة ذلك الأمر مع حياء الزوجة من سؤال العلماء عن الحكم الشرعي الخاص بذلك، حيث بيّن الرسول صلى الله عليه وسلم أن للزوج أن يأتي زوجته من الأمام ومن الخلف من موضع خروج الولد. ومن الجدير بالذكر أن الدبر لا يعد مكان خروج الولد، وإنما هو مكان خروج الغائط. والسبب في إتيان الزوجة من الدبر يعود إلى بعض المشاهد التي تعرض في الأفلام الإباحية المحرمة، وحكم التحريم له عدة حكم، منها المحافظة على النسل، أداء حق الزوجة بإتيانها من حيث أمر الله تعالى، كما أن موضع الدبر لم يجعل لذلك الفعل، إضافة إلى أن الإتيان من الدبر لا يحقق المقصد ولا يدخل إليه جميع ماء الرجل المحتقن كما يكون في الفرج، مع الحاجة إلى القيام بحركات صعبة جدا مخالفة للطبيعة البشرية، مع حاجة الرجل إلى استقبال موضع القذارة والقبح بوجهه، وإن في ذلك إزالة لنعم الله تعالى وجلبا للنقم مع انعدام الحياء عند الفاعلين له. ولذلك جعل الله تعالى الحياة الزوجية قائمة على المودة والرحمة والسكينة وميل كل طرف للآخر، حيث قال تعالى في القرآن الكريم: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ولتحقيق المودة والرحمة والحياة الهانئة لابد من تطبيق المبادئ والحدود التي تضمن ذلك، ومن ذلك قيام كل طرف بواجباته تجاه الطرف الآخر. مرحبا بكم، هذه الفتاة اللبنانية تتحدى الله ورسوله أمام آلاف المسلمين، لن تصدق كيف كان عقابها. ابقوا معنا لنهاية الفيديو لتعرفوا المفاجأة، ولكن قبل أن نبدأ، وإذا كنت مسلما ضع لايك لنصل بهذا الفيديو لمئة ألف لايك، واشترك في القناة ليصلك كل فيديو جديد من قناة هل تصدق. والآن هيا بنا لننطلق.
مرحبا بكم من جديد. هذه القصة قد حدثت بالفعل مع فتاة لبنانية كانت تعمل مضيفة في الطيران، وتعرفت على صديق لها في نفس العمل، واتفق كلاهما على الزواج، وبالفعل تم زواجهما. وكان الزوج يعرف الله جيدا، حيث يقوم بالصوم والصلاة كل فرض بفرضه، ولكن هذه الزوجة اللبنانية كانت لم تصلي أو تصوم على الإطلاق، حيث بدأ زوجها يحاول معها بأن تصلي إلى الله تعالى وتصوم شهر رمضان المبارك، وبدأ يشرح لها أهمية الصوم والصلاة في حياة الإنسان وفي علاقته مع الله سبحانه وتعالى، ولكن كان كل هذا دون جدوى ولم يغير شيء في زوجته. وبعد ذلك حدث حمل، واكتشف الزوج أنها حامل في ابنه في الشهر السابع، ولكن شعر الزوج بحزن شديد ليس كعادة أي زوج في مثل هذه المواقف يكون سعيد وفرحان، ولكن حزن هذا الزوج لأنه كان يريد أن ينهي هذا الزواج ويقوم بطلاق زوجته والانفصال عنها، ليس بسبب عدم صومها وعدم صلاتها وبعدها عن الله تعالى فقط، ولكنه اكتشف الأخطر من ذلك بأنها ملحدة ولا تؤمن بوجود الله من الأساس، حيث أنها لا تراه مثل أي شخص عادي من الممكن أن تراه، ولكن بسبب هذا الإلحاد رفض الزوج أن يكمل حياته مع زوجته الملحدة، وقام بطلاقها بعدما وضعت ابنتها، ثم أخذت ابنتها وسافرت إلى أمريكا، وهناك تعرفت على شخص آخر، وكان هذا الشخص يصلي ويصوم أيضا، فقالت ما الذي يحدث؟ كلما أذهب إلى مكان أجد مثل هذه الأشخاص. وفي إحدى الأيام سمعت هذا الشخص يطلب من الله تعالى بأن يشفي ابنه من مرضه، فسمعته المرأة اللبنانية فذهبت إليه وقالت من هو الله حتى تطلب منه أن يشفي ابنك؟ هل أنت تراه الآن؟ هل تطلب منه هذا الشيء؟ فقال لها بأن الله موجود معنا في كل مكان دون أن نراه بعيوننا، ولكننا نراه بقلوبنا. فضحكت المرأة وقالت له إذن أطلب من الله الذي تعبده بأن يأخذ حياة ابنتي الموجودة الآن في منزلي. فقال لها ولماذا تفعلي هذا؟ حتى تكون مقتنع بأن الله غير موجود والعياذ بالله. وذهبت المرأة إلى المنزل، وإذا تجد الشيء الصادم بأن ابنتها مستلقية على الأرض وقد فارقت الحياة. يا سبحان الله، هل يوجد إنسان في بني البشر يستطيع أن يتحدى الله تعالى؟ بالطبع لا يوجد هذا الإنسان على وجه الأرض. فظلت تصرخ وتبكي بكاء شديدا على ابنتها، ثم بعد عدة أيام قررت بأن تعود إلى زوجها وتتبع صومه وصلاته، حيث أدركت في هذا الوقت أن الله تعالى موجود